من القاهرة معي دكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة المصري الأسبق. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور محمد. طبيا، هل من تفسير لظهور فيروسات جديدة فجأة واختفاء فيروسات أخرى أيضا فجأة؟ حضرتك، أنا شايف إن الموضوع ما فيهوش أي جديد، لأن الفيروسات والبكتيريا بصفة عامة عندها القدرة على التحول والتحور ووجود سلالات جديدة دائما من هذه الجراثيم. يضاف إلى هذا أن العلم أصبح يستطيع أن يكتشف ويحدد أنواع والأنواع الأخرى الجديدة من هذه السلالات. القضية ليست جديدة، وهي دي من عشرات السنين. ولناخد على مثال، طبعا هو انفلونزا الطيور يمكن هي ظاهرة زي ما حضرتك قلت جديدة، إنما الفيروسات بصفة عامة وفيروسات الانفلونزا بصفة خاصة أنواع كثيرة منها معروفة وموجودة، والعلم عارف إن كل عدة سنوات بيحصل تحول أو تحور في نفس الأنواع، ودي قدرة على إن الجراثيم تستطيع أن تعيش ككائنات حية. طيب، كفترات زمنية دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن انتشار أوبئة لم يسبق لها مثيل، نسبة ارتفاع هذه الأوبئة لم يسبق لها مثيل، بماذا مرتبط هذا الموضوع؟ حضرتك، أنا شايف إن ده كله يعود إلى التطور المذهل في العلم، وعشان كده الناس بتعتقد إن دي اكتشافات جديدة مذهلة أو حصل تحول كبير أو أصبح، طبعا في خطورة زي ما حضرتك قلت، أنا معاك تماما، إنما العلم، تقدم العلم المذهل هو اللي بيكتشف كل هذه السلالات الجديدة. يعني هي أنواع الفيروسات هي موجودة يعني دكتور محمد تقصد، ولكن الآن نتحدث عنها، نعرف بوجودها، نعرف بقدومها، انتشار أوبئة عديدة، أوبئة جديدة. طبعا، لأن يعني ما يحصل نوع من المزج بين الفيروسات التي كانت تميز لبعض الكائنات الحية زي الطيور أو زي الخنازير أو زي أي حيوانات أو كائنات أخرى، ثم حصل نوع من المزج أو الاختلاط بين هذه الأنواع لتظهر أنواع جديدة اللي هي نفس أنواع الفيروسات وشكلها ونوعها، لكن في منها أنواع يعني جديدة بتظهر وسلالات جديدة من نفس الأنواع. ده كلها اكتشافات علمية جديدة. حتى أنواع الفيروسات الأخرى اللي تسبب مرض أخرى غير مثلا فيروسات الإنفلونزا، يعني كل يوم العلم بيكتشف سلالات جديدة منها. هل بيدنا شيء فيما يتعلق بحماية أنفسنا من هكذا أوبئة دكتور محمد؟ النقطة الأساسية والرئيسية ويجب أن نتحدث فيها، ويجب أن العلم يبحث عنها، كيفية الوقاية، وقاية الإنسان. مش بس الإنسان والكائنات الحية الأخرى، لأن مثلا لما بيحصل فيروسات في الطيور وتصيب ملايين الطيور ويتم التخلص منها، ده بيهدد أيضا الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد عليها الإنسان أو في حاجة إليها الإنسان. هناخد نوع من الفيروسات اللي كلنا بنقلق منها وتصيبنا جميعا في الشتاء، ما اعتقدش ان في مخلوق على وجه الارض لم يجيء له انفلونزا. هذا نوع من الفيروسات وتصيب الجهاز التنفسي والجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتؤدي الى مضاعفات كثيره جدا، منها الالتهابات الشعبيه والالتهابات الرئويه، وفي بعض الحالات بيصل الامر بيها ان الاحيان ممكن يحصل له فشل تنفسي. صحيح، بيتحط على جهاز تنفس صناعي، يعني ممكن تكون خطيره كثيرا بس لا تصل لموضوع موت مثل الا بحالات معينه مثل الفيروسات الاخرى. ايوه فاهم. ويعني شكك وزاره الصحه العالميه عامله تقديرات منذ عده سنوات، ليس هذه الفتره، ان عدد الوفيات الناتجه عن فيروس الانفلونزا المحسوبه عالميا تصل الى نص مليون حاله سنويه. اها، نتيجة لمضاعفات. نعم، رقم ليس بقليل طبعا. انتهى بوقت، اعذرني على المقاطعة. من القاهرة دكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة المصري الأسبق.